السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعكم بحلقة جديدة من توب 5 أخبث شخصيات في عالم الأنمي. خلونا نبدأ. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. طيب قبل أن نبدأ بس حاب أنبه عليكم شغلة. الأولى ان ون بيس مستثنى من هذا التوب، ليش؟ لان سوينا له توب خاص فيه من قبل. نعم. توب 5 فمستثنى من هذه القائمه. كلش الثانيه المانجا مستثنيه تماما، فلما اتكلم عن شخصيه من انمي معين وجد قلت لا هذيك اخبث، المانجا ما لها دخل تماما. مانجا دناي مستثنيه تماما. ثالث شغله نختار شخصيه من كل انمي. والحين خلونا نبدا بالمركز الخامس عندك يا ابو سالم. بالمركز الخامس اصر شيك. اوكي، فالمركز الخامس من انمي ناروتو، الشخصيه الخبيثه والنذله والحقيره اوريتشيمارو. تسكت اوريتشيمارو. والله انا اللي مو تسكت من يوم ما قلت انت تسكت، عرفت انك بتختار اللي صراحه اوريتشيمارو شخصيه خبيثه جدا. شفنا يعني انمي كيف انه حتى لو مات عنده اكثر من طريقه يرجع فيها للحياه، بالاختام سواء زرعت نواتا او ديني حق الجسم الثاني الى اخره، كيف رجع الاموات الى احياء، كيف انه ما ختم الزبده ناروتو، قطو بسبع ارواح يا رجل، سبع ارواح حطه سجن كلها تجارب مزرع فيه اختام عشان ما مات يطلع منه اقرب واحد. والله مو صاحب مره مره رجت مره الصراحه يستحق المركز الخامس. يستحق لايك. طيب في المركز الخامس عندك يا عبد الجليل. اما انا صراحه في المركز الخامس فهي شخصيه يحب عبد الجليل بقوه من انمي بليتش. ايوه ايزن. صراحه من الشخصيات الخبيثه في عالم الانمي، يكفي ان تلاعب في كثير من الشينيغامي، تلاعب بكثير من الاشخاص، تلاعب بالنائب حقه، تلاعب بكل كل اللي عنده، تلاعب فيه ما في احد ما تلاعب فيه. فالخبث اتوقع يعني من الشخصيات اللي يعني صراحه يستحق مركز اكثر من كذا، بس انا يعني عشان اني ما احب حطيتها الخامس، يعني اقول لكم بكل صراحه يعني رأي عاطفي اي يعني بكل صراحه، بس الخامس حقيقه والله هو خبيث، والله خبيث. انا عرفت انه بينحط في القائمه لذلك اصلا ما حطيت. للمعلومية يعني ترك واحد قائمته خاصه، غبت هنا اي كل واحد قائمته مختلفه عن الثاني، قائمته ذاك عنده، فلا تقول هذا غلط من هذا. المركز الخامس ايزن سوسكي، وخلونا نشوف المركز الخامس عندك يا عبد الجليل. بالمركز الخامس عندي من اخبث الشخصيات في عالم الانمي، هو من انمي فصل النخبة، ايانو كوجي البطل نفسه. اللي تابع هذا الانمي يعرف انه هذه الشخصية هذه ذكية، اوكي ما اختلفنا، لكنه خبيث جدا باستخدام كل طالب علشان ينجح الفصل حقه. طبعا حتى هدفه ما هو ينجح الفصل حقه، هدف انه يستخدمهم على كيف، وهذا الشيء بان في اخر المسلسل، لدرجه انه من صفات هذا الشخص انه اصلا سيء في التواصل، سيء في التواصل، فيستخدم هذا سوء التواصل هذا بانه يخفي مشاعره الحقيقيه، وانه ما يظهر اي مشاعر ولا اي شيء. اللي تابع فصل النخبه يعرف انه ايانو كوجي خبيث من الدرجه العاليه، عاليه عاليه جدا، ولكن بما انه ما صلح اي شيء حقير حتى الان هو في المركز الخامس. شكرا. هنيك على الاختيار. هو تقصد انت اساسن كلاس روم صح؟ لا 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 لا، اصلا النخبه غير هذا. غير هذا. اوكي انا كنت اقول هذا. طيب اوكي، هذا المركز الخامس عند عبد الجليل. وحين خلونا بنروح للمركز الرابع عند محمد سالم. وقول فالمركز الرابع عندنا نتكلم على الخبث على الحقاره، فعندنا من انمي دراغون بول فريزا سام، امبراطور الشر. هذا فريزا خبيث قدر ابعد الحدود، فيه خبث لا يوصف. ليش كيوت هذا؟ كيوت مين انت شفته يوم تلعب في ذا اللي يشبه من الكون الثاني ذا؟ كيوت بالنسبه له والله العظيم. قم صاحي انت مره خبيث. اي ايش اتكلم هذا؟ كويس يعني فوق التلاعب، فوق انه يطقطق، فوق انه فريزا غني عن التعريف. المركز الرابع انتهينا خلاص. يستحق في المركز الرابع صراحه، شخصيه لا يستهان فيها.
اما انا بالنسبه لي صراحه يعني شخصيه انا احبها يعني مع ذلك اقول لك خبيث صراحه هو خبيث يعني. في المركز الرابع للامان عندي شخصيه انا احبها شخصيا وهي من انمي فيلن ساغا اشيلدو. صراحه اشيلد يكفي ان استغل ابوه عشان يقوى ويصير قوي الاخير يذبح هذا يسمى نعم. الخبث بعينه والخبث بكل ذا خلاه يعترف فيه انه قوي وتدرب تدربنا ليه ما طعنوا قتلوا لقطتهم على احد اخوانه بعد بس قتلهم احد اخوانه يعني مو بس قتلوا وقال لا انا قتلت لا هذا معنى انك تكون خبيث انك تقتل وفي الاخير تقط التهمه عند غيرك يعني. فصراحه على الرغم من شخصيه رهيبه واسطوريه لكن الخبث جزء من هذه الشخصيه وجزء من جمال هذه الشخصيه بالنسبه لي جزء على فكرة يعني. ف أشلد ترى والله أوجست هذا المثال بسيط أصلا طول المسلسل وضحك على الدنماركيين وضحك على الدنماركيين وكل حاجة بس هذا مشهد بالحالة ترى يكفي عن كل المشاهد بالنسبة لي ولا هو تلعب في الكل حتى يكفي في الأخير المشهد يعني قصر قبة الملك وقال خلاص دافع عن تعبك خذ كل شيء وتلعب في الناس وخلهم يصدقون الأمير كنوت هو الذفة الخبث يمشي في دمه وماته خبيث أحلى خبيث وأحلى خبيث أما بالنسبة لي في المركز الرابع هو من أنمي بوكو نو هيرو أيوه في أكثر واحد هذا الشخص مودي صوتي هذا الشخص الخبيث فعلا كيف استغل وجود ستين حتى ما استخدم ستين خلى بس الإعلام يأكدون على تحالف ستين مع الفيلن رينجو علشان محبين ستين يستغلهم في تحالف الأشرار هذا ويبدأ يستخدمهم بأفضل طريقة ممكنة واللي يزيد الخوف إنه شيغاراكي هو ابن أو حفيدة معلمة أول مايت اللي وعرف منها هذا قمة الخوف حتى لدرجة إنه قال هاي أول مايت هذا شيء تتوقعه مني أنا واحد يسوي هذه الأشياء هذه بحد ذاتها خوفني بشكل مو طبيعي وحقارة فأنت في الخب والله في الخب تأخذ لا حبيب قلبي على اختيار لايكو يعني شيء إيجابي إن لحد الحين ما تكررت شخصيات عندنا ما مركز الحين تتكرر أي كل ما قربنا مركز أنا أتوقع الأول اللي عندي أكيد واحد منكم حاطه وينك حتى الثاني على كل بنروح للمركز الثالث الآن وعند أبو سالم نشوف من المركز الثالث في المركز الثالث ابو الذكاء ابو الخطط ابو الله ابو الدعاء بالعفويه والبراءه وهو الخبث باكمل هو الخبث مصدر الخبث يعني الخبث طلعونه منه كذا كذا يسحبونه منه حلو بس من انمي بليتش ايزن سوسكي اوبا ايزن سوسكي المركز الثالث من بليتش شخصيا يعني شفت كيف خطط من الف الى حرف الياء كيف تلاعب بالقاده تلاعب بقاده القاده تلاعب باقرب الناس لا تلاعب سبب نفي حق بعض القاده يعني مسخر عالم الارواح الزب من الاخر يعني والله انك تعارف كلكم تختارون يا اخي مالك الخبث خبيث والله والله العظيم يستاهل عشان كذا انا ما حطيته والله يستاهل انت قاعد عشان ما حطيته عشان كنت تحبه رشاد لا بس والله خباته هي اللي عجبتني فيه زي اشيلد بس يظل خبيث يعني الحين بيقول لك خبيث لا يحط خطه ان احنا نحطه مراكز دي ايوه هذا واضح بس كذا ما حطه انا متفق معه لا لا شوف ترى هو اعطاني خبر انه كنت بتحط لا سلم لي عليه راجع قريب ان شاء الله في الانمي طيب بالنسبه لي انا في المركز الثالث من انمي هانتر اكس هانتر يعني اتوقع ان الشباب عارفينه وردوا متوقعينه نعم باريستون من اكثر الشخصيات الخبث في عالم الانمي يوم شفته تلاعب بال الشيء اسمها ذيك اللي كانت مسوي مدرك الوضع عرفت يعني طبعا هي شخصيه ما شفنا منها كثير الامانه ولا يمكن حتى حطيتها في مركز اعلى لكن صراحه ما ادري من هذه البنت اللي كانت مسويه مقفله اللي كانت تنافس معها ما ادري ايش كانت كلب ذيك بنظارات بنظارات هي عند ما ادري والله هي كلب هي كلها كلب بس تقاشي خرب طابعك تمام صح انا ما ادري شنو هو كلب شكلها شنو جنسيتها ما يهمني بس اني عارف انه هو موس كان جنسيته هو لقبه فار يعني كان والفار كان هذا خبيث جد تلاعب فيهم عشان يوصل النتيجة اللي يبغى وقال لهم أنا سويت زي كذا أنا أبغى كذا أنا خليكم يوم وصل كان يقدر يأخذ خلاص أنا ما أبغى ما بي يقلع أبو الخبث يعني اللي تشوفه في هالشخص لا وكذا تعبير وجهه
مبتسم. ايه مرة كنا انا ما سويت شيء يعني ما يمديك تحكم هذا الشر على اي كذا الابتسام الخبيث اللي مبين على وجهه يعني زي يعني انا صراحه يذكرني في تشيمارو جين كان زي كذا ترى بس انه طالع مسكين اللي في بليتش يعني كان يمثل والله هو كمان كان خبيث إيه بس لا يعني بليتش طلع لك منه سبعه خبيثين والله فصراحه انا في المركز الثالث عندي باليستون من انمي هانتر اكس هانتر فالحين نروح للمركز الثالث عند عبد الجليل تفضل من انمي هانتر اكس هانتر ولكن ليس باليستون هو الشخص اللي مسخر باليستون جين اي نعم انسان طيب وشخصيه جميله وهذا لكن والله بالخبط اقسم بالله تجد وحش خصوصا لما انه اصلا اوريدي هو اللي في الحقيقه هو اللي قرا وتربى بكل حركات الكلبه هذه وقال اوكي هذه الملاحظات موجوده في مكتب الاستماع هذه السله موجوده هذا الشيء موجود اوكي هذيك راح تحاول انها تبدا تصلح قرعه اذا من بدري يا بي السام خذ هذا اسمي ابغاك تطلعوا من القرعه اللي هم راح يصلحونها وهذه الشروط اللي انا ابغاها وهذا الشرط اللي النوجين يكون مسؤول عن الصندوق اذا اعترفوا فيه اوكي انا هنا بقول لهم لا ما ابغى هذا الشرط خلاص كنز ايه خبيث لدرجه يعني حقيره جدا بريستون بنفسه قال انا كنت اتوقع انه في الاخير حيظل التصويت بيني وبين جين وجين راح ينتصر ولكن جين بعد ما سحب نفسه من بوكس اليوريو هنا بعدها باريستون حرفيا لعب وصاخته وخباتته اللي لا تقل طبعا عن جين كلا الشخصيتين يستاهلون يكونوا في المرتبة هذه والحلو انه جايين في نفس المرتبة يعني انا جين من هانتر اكس هانتر انترستنج طيب الحين بنروح للمركز الثاني عند محمد السالم تفضل يا ابو حميد في المركز الثاني يعني اصوتك كذا بس اشوف ايوه في المركز الثاني عند ابو سالم من انمي هانتر اكس هانتر يعني هذا كيف اقول لك مظهر فعلا وقلب ونيه وقوه هذا عباره عن خبز كيف انه يتلاعب بالاحداث يتلاعب بالمواقف يتلاعب اي شيء يبيه يوصل له سواء بقوة أو بخبثة بس الخبث قبل القوة يوصل له خذ ريسبكت من التعريف أنا أعرف هيسوكا هيسوكا والجوكر خاص بأنمي هانتر اكس هانتر هذا متلاعب جدا وجه يا رجل خبيث يعطيك وضعية مدري كيف نظر على فوق والله يكفي هيسوكا اللي صلحه مع العناكب مرة قال الكرولو تنبأ وقام يلعب اوريدي هو أصلا مخفي قدرة حكاية المس قدرة المنديلة اللي يتغير فيها اللي يتلاعب فيها غير النبوءة وكرولو ما يدري ما يدري وقراها وبشعر ويعني غير حرفيا تصرف العناكب كلهم بحبهم يا هندر هانتر يبي لها طب يعني العناكب من النخبة يعني مو اي شيء يمر عليهم بالساهل ولا بالكلام ولا بالعقل بس شوف يكفي انه مسوي كمية دمى كذا يقول هاي الدمى العب فيها انا اتلعب فيها كذا جد شخصية يعني مرة حتى في المعارك يقول معركة معقول يقول متى انا لصقت البنجي قم فيك في المشهد واحد او اثنين او ثلاثة قال له في المشهد واحد قال له لا اثنين قال له لا ثلاثة لا في المشهد اربعة قاعد يعطيه الخيارات خذ لك لايك هذا بس خبت على الماتي هيسوكا خذ لك لايك خذ لايك انت بعد حطيت طيب انا بالنسبه لي صراحه في المركز الثاني من انمي ناروتو وصراحه من الشخصيات الخبيثه في هذا الانمي طبعا الانمي هذا فيه برضو كثير شخصيات خبيثه عشان ما لك اوروتشيمارو كان واحد منهم يعتبر لكن انا اشوف الاكثر خبثا هو زيتسو الأسود هذا شخص يعتبر بالنسبة لي أخبث الخبيثين ليش؟ لأنه جاء حق بغة شر في الأنمي هذا وقال له ترى أنت يعني تعذب قال له أنت يا ولدي ولد الشرينجان المنشود وزي كده وغير حتى نبوة الشرينجان كلها حق فليجها قص عليه تلعب فيه خلاه يلعب وخلاه مصدق انه كله مسوي كل هذا الشيء وكل هالأمة ولا وقاعد يمثلنا انا بس خادمك بس انا خاد لا ممجد هذا حقيقة هذا حقيقة خبث نعم عند شخصية وقاعد يمثل حق مدرة ان انا اللي كده تستخدمني تستفيد مني انت في الاخير طلع هو اللي قاعد يسوي كل هذا في الاخير هو اللي طلع متلاعب في مدرة في الاخير هو
لجلد مادران شاء من شاء أبا من أبا غدر 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 مغدر هذا لا ما جلد يا رجال بالغدر غير منطقية 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 هذا اللي سواه الكاتب أنا ما يدخل صحيح تلمون لهم الكاتب تلموني أنا هزم مادران اللي قلائم هزمه بالخب هذا زيتسو الأسود يعني أنك تتلعب بشخصية مثل ما درى تتلعب فيه هاللعب كله يعني إحنا جينا من قبل شفنا اللي هو بين قلنا والله دا متلعب فيها شو اسمه اللي هو أوبيتو بعدين جينا حق أوبيتو قلنا هذا شنب هذا تلعب على بين بعدين طلع متلعب فيه ما درى بعدين جينا عند ما درى قلنا هذا تلعب فيهم كلهم قص عليهم بعدين طلع طلعك زيتسو أنا لعبت عليك فماستر الخبث بالنسبة لي هو زيتسو الأسود اعذروني متحبين مادرة بس هذه الحقيقة ترى أنا كرهت ناروتو بسبب هذه الحقيقة لا لا عبد الجليل في المركز الثاني من ناروتو برضه أوه من ناروتو بس ما هو زيتسو دانزو دانزو أتوقع عنه خبيث وكثرة الخبث اللي موجود يعني كثرة الموقف اللي كان خبيث فيها واجد جدا من علاقته مع ساروتوبي من حكاية عودة ساروتوبي لهوكاجي فقام ضحك على كاكاشي وقال له آه هذا أوقع بالهوكاجي الرابع علشان يعود لمنصبه سوى انقلاب حق الحق على هوكاجي حكاية لما دخل قرية المطر وتلاعب بكل من بين وهانزو وقال أوكي هانزو أنت أهم شيء تخاف منه هو الشخص اللي يدعي بأنه له نفس أهدافك هذولي حقين بين وحقين راكاسكي دولي هم بالذات اللي ودهم يسيطرون على هذه المنطقة ويطيحون حكمك وراح وقال بين تقريبا كلام مشابه وقعهم في بعض حرفيا حرفيا هذا طبعا هذا كله من اجل اوتشيها من اجل عفوا القرية القرية بالاخر كلها مآرب شخصية مرة وسط العشائر في كونها بهذل عشان كلهم يعني يصيرون تحت ولا القرية بشكل حقير ويكره حتى أوتشيها اللي ما خضعت اللي من المفترض انهم لو كانوا تحت حكم ساروتوبي لحاله لكان اتضبطت الامور اصلا بحد ذاته استغلاله لطيبه ساروتوبي هذا خب بشكل يجيب الهم هذا كله مقبلات يكفيك انه سرق عيون أوتشيها نفسه اللي قتالهم يحطهم اي اذا ناقي هذا هذا انا بحييك حقير حقير بشكل مو طبيعي دانزو في المرتبه ممتاز جدا الان حنذهب للمركز الاول بس قبل نروح للمركز الاول حاب اقول لكم على ان شاء الله اول شيء طبعا هذه ارائنا الشخصيه وترى يعني دائما في الكومنت صراحه تفاجئوني انتم يا متابعين بمواقف وبين شخصيات يعني انا اقول اوكي منين طلعت هذه الشخصيه يعني انا عصرت مخي عصرت راسي كله كثير من ما فاستمروا بكتابه الشخصيات تحت الكومنت ايضا اذا عندكم اقتراحات للتوب 5 اكتبوها في الكومنت هذا الاقتراح ماخذينه من التوب 5 الحلقه الماضيه فاستمروا على هذا الشيء يعطيكم العافيه وتذكر دائما ابدا ان اختلاف وجهات النظر يسد قضيه وخلنا نشوف نعم. المركز الاول عندك يا عبد الجليل هالمره نبدا من هنا طيب في المركز الاول من انمي كايجي اوه عرفته هيودو كوزوتاكا الرئيس الكبير حق الشركة الشخص القدر والله قدر وفيه خبث يملي البلد خبث يغطي كل الأنمي حرفيا هذا الشخص بإمكانه أنه يستعبد الشخص لمجرد أنه كفل واحد يدين مبلغ وما قدر يسدد حرفيا واستعبد كايجي نفس استعباد مو طبيعي مرة حتى اللي مشغلهم ليفل الخباثة فوق انت اوريدي لما تلعب مع واحد انت عارف انه قاعد يغشك شلون يغشك هذه هي هذه بحد ذاتها سالفة طويلة اصلا حكاية مثلا العمل بالمنجر على سبيل المثال وانا اجيب لك يعني شيء من الاشياء العادية ما جبت لك لا الروليت ولا جبت لك حكاية القرعة اللي سواها ولا المسابقة اللي يمشي فوق لا 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 لا, لا. أجيب لك شيء منجر أوكي أنت لما تكون محروم ويجيك مبلغ قليل من الماء ويجيب لك واحد خيرات بالأشهل عصيرات عصيرة وأشهل مأكولات اللي تستنفذ أموالك تخليك تشتغل ما تخليك تجمع المبلغ اللي أنت بتسدد نفسك عشان تخرج بحد ذاته طريقة خبيثة وقذرة لإبقاء اللي أقدر أن أسميهم مستعبدين يشتغلون ويفيدوا مصالحه بأرخص الأثمان هذا الشخص
لربما ليفل مليون في الخبر. اوه انتوا تابعتوا كايجي انا ما شفت الانمي صراحه اعطيك لايك انا ما شفت الانمي والله شايب شايب. سمعنا ابو خليل. طيب بالنسبه لي صراحه في المركز الاول من انمي ديث نوت اسوه ياغامي لايت صراحه ترى فيه من الخبث يعني ان فكر في خطه ان يصير خوي وصديق ال يعني انت تتكلم عن اثنين من اذكى الاشخاص في عالم الانمي يمكن كثير يقولون كانت انهم اذكى شخصيتين في عالم الانمي فكيف تلعب عليه بهذه الطريقه انك تسوي نفسك انك صديقه وانك تنسى ذاكرتك وتغامر هذه المغامره ايضا فيها خب حتى ابوي من حلال ضحى فيه الرجال يا اخي قص على العالم كله صراحه خبيث حتى لو كان هدفه نبيل يظل خبيث معلي منكم يعني في ناس يقولون انه هدفه نبيل الرجال انه ايش يبي حق العداله الرجال سحب على العداله وقام يقتل عشان يعيش عشان ينتصر لدرجه انه ويجي حقه شندير يعني ابوه مات الحب قدر فيه خلاه قال انت اول صديق لي تخيل الموقف ان اول صديق تعرف فيه يطلع هو عدوه اللدود والله انا مغبون انا 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 حذر الشخصيه يطغي عليها الذكاء اكثر لا 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 خبيث في خبث انا على الخبث اللي اشوفه لما ذيك جات تبغى اشتغل حتى ذي واشتغل حتى الشينيغامي يا ابن الحلال حتى الشينيغامي ذيك الشينيغامي جاي يلعب عليه يلعب عليه لعب ما بالحلال هذا خبث وليس مو بس ذكاء هذا ذكاء اضافه على الخبث على فكره انا جينا اشوفه ترى من الاشخاص الاذكياء مو خبيث لكن هذا خبيث مخبز كامل مليان بالخبز ايه ايه وهذا خبز كله خبز يوزع خبز على العالم يا رجال ف يا جميلات المركز الاول بالنسبه لي صراحه ونشوف عنده سالم الحين في المركز الاول مدت هذا الشخصيه واشوف الصراحه يعني ختم التلاعب ختم الخبز ختم الدراسه ختم التخطيط يا الهي ما هذا من انمي بلاك كلافر الشيطان الشيطان هذا ما اعرف اسمه لحد الحين ما طلع اسمه اللي قضى على عذراً لغضى عليه آسة ويامي وذا فالشيطان هذا يعني من طلع تلاعب بالبشر وقلبهم على الجان وراح قتل الانتهاء الجان واستغل كراهية الجان على ضد البشر وراح سيطر على الجان وراح يدمرون البشر يوم دمروا البشر راح قال يلا عشان ترجعون أرواح يسمون الجان اللي مات قتلهم البشر وكل خطة عشان يرد اسمه الحقيقي فقط وبس وفوق ذلك كله يوم رجع قال حبيبي ترى مستغلك استغلت كرهك للبشر بس عشان ارجع مال بالشخصية وذكرت مهمتوني وانا اللي اغويت وانا اللي فعلت وسويت عمد 400 سنة مو سامع الانمي مسكين فاللي كذا يسوي زي يا جماعه شو اسمه نحرق عليه يعني رجال مسوي خلطه برطه من بدايه عصر المطرد السحر الاول الى انت يا يوليوس المرحوم خلك لايك خلك لايك دمر زبده عالم السحر صراحه صراحه يعني احس جد جد في هذا التوب 5 يعني الشباب كلهم يعني ما يمكن كل خياراتهم اغلب اختياراتهم كانت كذا انا شيء بحطه عندي يعني فما قدرت احطه كويس انهم موجودين معي صراحه واختار اختيارات جميله اي انصفوا شخصيات كثيره انا كنت اقول نكبه ومتاكد فوق هذا كله ان في شخصيات احنا نسيناها ون بيس طبعا لا يشمل هذه القائمه لان ممكن في ناس ما سمعوا بدايه خطره وكذا ما سمعوا ون بيس ليس هذه القائمه لان في لا توب 5 بالحاله ارجع شوفها من قبل لا لو في ون بيس كان بحط مومونوسكي خفيف لا في ناس اخبث منه كثير يعني على كل هذا التوب لهذا الأسبوع أتمنى أن على كل هذا كان التوب 5 لنا بالنسبة لنا هذا الأسبوع أتمنى نال إعجابكم ورضاكم في النهاية يقولوا معي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسون الاشتراك لايك والشير نشوفكم